لقيتها انا هذا واحد تقريبا حتى 100 متر باش الماء نزوق راه هذا هو بدا كيريب بدا كيريب. بالنسبه لهاد الفيضانات اللي عرفها الاقليم بطبيعه الحال سنين هذه نقدر نقول انه اول مره كيعرفوا هاد الوديان ديال طاطا هاد الحموله القياسيه بحيث انه جاب واحد الشكل يعني بواحد الوتيره كبيره بزاف الشيء اللي انه اغلبيه ديال السكان ما توقعوش انه غادي يجيب هاد الوتيره وبالتالي كانت خسائر ماديه وبشريه للاسف الشديد حتى الحافله داكشي اللي وقع ليها يعني لا الشيفور اللي هو متمرس ما كانش انه عارف بانه غادي يتلاقى مع هذا الواد بهذه الحموله هذه. وهو الجسامه ديال الخسائر كانت متوقعه لانه البارح تقريبا انا كنت تقريبا مع 12 جيت لهنا كنت شفت هذا الواد هذا جاب واحد الحموله اللي في حياتي عمري ما شفت بحال داك الشكل وطبيعه الحال لانه طبيعي انه الواد يجي بهذه الحموله نتيجه الروافد ديال وديان اخرى اللي كتصب فيه وبالتالي الخسائر ما كناش كنتوقعوا انه غدا تكون تقريبا بهذه الجسامه هذه حتى اليوم في الصباح اللي كنتفاجئوا بمجموعه ديال القناطر اللي تدمرات واللي قطعات يعني خلات طاطا في واحد العزله على العالم الخارجي. من جهه الغرب والشرق وكاين حتى طرق اخرى مثلا يعني من جهه تاكوليز من جهه سافن يعني كاين انباء على انه طرقان مقطوعه في هذه المناطق هذه. رساله اخيره يعني المزيد من الحيطه والحذر المرجو الابتعاد على الجنبات ديال الوديان لانه الانباء اللي كتروج دابا انه كاين واحد الواد قادم ربما اشد قوه من هذاك اللي داز البارح وندعو السلامه والله يرحم اللي مات وامر الله يتصرف. البارح كنا انا وخرجت انا نتو واحد الدري خرجنا نشوفوا الاجواء ديال الواد كيفاش دايره القضيه هنايا الحمد لله شفنا الواد هنا من بعد مشينا لهاد القنطره هذه اللي كان فيها الحديث ديال الكار مشينا حتى تماك وشفنا فعلا ان ديك القنطره فات لي لها النيفو ديال الماء كان طالع عليها بزاف يعني نورمالمون ما كانش يعني يمكن يدوز شي واحد في الاصل. المهم من بعد مشينا شفنا داكشي رجعنا كان الامطار غزيره رجعنا شويه كنشوفوا الوقايه المدنيه فعلا مشات بسرعه لديك البلاصه ما عرفناش حنا شنو اللي واقع حتى تفاجئنا في وسائل التواصل الاجتماعي ان الكار اللي حبسته الامطار تما حبسوا الواد هادشي سميتو هادشي ورجعنا عاوتاني هنا حنا شفنا ديك الواقعه عاودنا رجعنا فعلا رجعنا لتماك لقينا الكار لقينا الناس واقفين فوق الكار صافي من بعد رجعنا حيت هو احساس صعيب فعلا حنا احساس صعيب وحتى الوسائل اللوجستيكيه كيفاش زعما تخرج هذوك الناس بحكم داك الاوضاع صعيبه القضيه ما عرفتي شنو غادي دير انت في ديك الوضعيه ما عليك غير تنتظر وتشوف قضاء الله يعني واش يمكن انهم يخرجوهم من ديك الوضعيه واش يمكن وكانوا ضحايا الله يرحم الناس اللي توفوا هذا هو جهدنا في هذا الشيء مازال لحد الان راه كاينين الناس اللي باقي ما لقوهمش الله يدير تاويد الخير